جلال بتعمل ايه يا بابا؟ بتعمل ايه؟ ما ايه وبس ايه؟ مش في حاجة وقعت منك على الأرض؟ بتمسحها في السجادة ليه؟ كل مرة تيجي تزليط الدنيا كده؟ أنت لو وقعت حاجة على السجادة هتمسحها برجليك؟ بتعمل كده في بيتكم؟ لو ريقك نشف ريفرش واشرب عصير جهينة. عصير جهينة ريفرش.